الشارع وفي كل حارة، ناس غنية وناس حيارة، في كل شارع وفي كل حارة، ناس غنية وناس حيارة، واللي كان ساكن في حارة ونفسه يسكن له في عمارة، فجأة يلعب بالفلوس وتسأله يقولك شطارة. تغيرت أحواله ولا يمكن يوم ينسى من اللي ضيعها، واللي غني وراح ماله وتغيرت أحواله ولا يمكن يوم ينسى من اللي ضيعها، واللي يفضل على الفوق كأنه في حلم فجأة يفوق يلقى الحلم ذنبه غلطته وتابع عن كل حاجة في حياته ودنيته، واللي خاف من آخرته وحس بذنبه غلطته وتابع عن كل حاجة في حياته ودنيته، ابدا. انا بس كنت جايبه لك الشروق عشان تشوفي اللي ساره كاتباه، حلو قوي. انت فيكي حاجه؟ مالك؟ في فيديو موجود على الفيسبوك واليوتيوب بقاله يومين. فيديو ايه؟ حادثه احمد قاسم. انت بتقولي ايه؟ هتلاقيها عندي. صباح الفل يا متر. صباح الفل. ايه المنظر ده على الصبح؟ احكي لي بقى يا عبقري، قول لي انت عايز تفهمني انك انت بعتيني على القضيه ديت عشان مصلحتي؟ عشان الناوي لو عارف ان انت ليك يد في الموضوع مش هيسيبك في حالك وممكن يزيك. فيه يالا، انت فاكرني عبيط ولا ايه؟ انت عملت كده عشان الناوي هيطلعك من النيابه. نبت ايه يا ابني التراخر؟ انا ماليش اي حاجه تعدي في النيابه، انا كل اللي اعرفه قلته هناك. طب اتفضل امسك. الجرايد كلها كاتبه ان ارض الكامب باسم فرح الطرابيلي.
ايه المشكله يعني؟ محمود طرابيل ما عرفش يعمل اي حاجه ولا يطعن بالتزوير حتى. يا سلام، وايه اللي مخليك متاكد كده؟ عشان انا الوحيد اللي اقدر اطلع بنته من الموضوع. ازاي يا عبقري زمانك؟ لا مؤاخذه يا متر زمانك، مش ينفع اقول لك. مش ينفع تقول لي؟ انت مجنون يالا ولا ايه؟ ما تقول لي كل حاجه، في ايه؟ يا ابني ليلى كان عندها حق. احمد قاسم فكر يخلع لما قعد مع ابوه عرف كل الحقيقه، وانا الوحيد اللي وقفته. وقفته ازاي؟ فرح حسام يا مصري اتعدلني. يا عم في ايه؟ انت كنت عارف موضوع الارض ده؟ ارض ايه؟ ما تستعبطش. كنت عارف ان ارض الكامب دي جزء من ارض ابويا؟ لا اكس ما اعرفش. انت كداب يا ابني. قشطه حسام انا مش هكمل معاك. ايه بقى شغل الجنان ده؟ بتتكلم فيه ايه؟ هو كده زي ما بقول لك، مش هكمل معاك. وهروح للطرابيلي وهقول له انك كنت بتشتغل بنته عشان تلعب في الارض. طب ليه؟ ليه ليه؟ ايه ايه دخل فرح؟ انت مش خدت الارض عايز انا ما خدتش الارض. ويوم ما اخد الارض مش هاخدها بالطريقه دي. ولعلمك بقى انا هقول له كمان انه حرامي ويعمل اللي يعمله. يا ابني اهدى اهدى عشان نعرف نتفاهم. ما عادش في كلام بينا يا حسام. لا في 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 الارض اكل عيشنا، في فرح. انا هتجوز، والله هتجوز فرح. يا ابني اسمعني، انا اول مره نفسي اعمل حاجه كويسه في حياتي. عارف يعني ايه؟ اللي انت هتعمله ده هيبوظ لي كل حاجه. تعمل حاجه كويسه تمتصل ارض ابويا؟ انت مجنون يا ابني. انا ما اعرفش، انا ما كنتش اعرف. لقيت حاجه وخدتها وما اعرفش بتاعت مين. لقيت حاجه وخدتها وما تعرفش بتاعت مين. ما انت عشان حرامي. حرامي ما بيهمكش غير مصلحتك وبس، وعمرك ما دورت على الصح عشان تعمله. لا يا صاحبي بقى انك تسمعني كده وتفهم. لو زعلان هزعل ابوك، ابوك زعلان طول عمره فمش فارقه. كبر دماغك يا اكس. اكبر دماغي ازاي؟ تيجي من انهي سكه دي؟ بقول لك ايه؟ عندك الطرابيلي وفرح، اتجوزها، اتحرق بيها، اولعوا كلكم مع بعض، بس انا مش هسكت. يا ابني اقسم بالله ما هسكت. يا ابني اسمعني. اسمعني. اتجوزتها فعلا؟ ما لحقناش. احمد قاسم كان زعلان مني وما بيكلمنيش، ولما فرح جت الكامب اتخانقت انا وهو تاني ونزل على مصر واخد القرار. كان عايز يبيعني. فهمت بقى؟ فهمت. طب والكامب ده فكره خالد؟ يعني مش بالظبط. خالد لعب عليا عشان الكامب، وكمان لما عرف ان انا مصاحب فرح استغل ده عشان يدخل لابوها بسرقه بسرقه يعني. خالد طول عمره كده، دماغه متركبة ناحية الفلوس، بيعرف يبيع للعيال الهوى، وعشان كده لما سمعت منه فكرة الكامب دخلت دماغي. عجبك الجو ده؟ يا ستي خلي العيال تنبسط. انت مش مبسوطة ولا ايه؟ لا ازاي مبسوطة طبعا، مش كفاية اللمة الحلوة؟ كدابة قوي. عايزني اقول لك ايه يا اكس؟ عيال مقفورة وضايعة ومحدش فيهم فاهم حاجة. انت لو سألت أي حد فيهم أنت عايز تبقى فين؟ هقول لك هيجي من البلد. مش غريبة البقين دول يطلعوا من صاحب التوكيل هارلي في مصر؟ ما هو ده عيبه. بيحكموا عليا كلهم علشان ببيع موتوسيكلات وبلبس جينز يبقى أنا أمريكانية. أنا هدومي أفرنجي بس قلبي مصري. قلبي مصري؟ تصدقها عيط؟ تخيل بقى إنك جواتي زبالة وجاهل وأنا غلطان إني جيت أتكلم معاك أصلا. تعالي بس رايحة فين؟ اقعدي اقعدي. إيه خايف أمشي ولا إيه؟ حد شاف كريم؟ أنت بتدور على عيل تايه يا عم أنت. إيه إشمعنى؟ كان قاعد يقفش وقاعد يقول صرف فين وما جاتش ليه؟ منك لله يا أخي، عرفته عليها وخنقنا بيها. طب أنا هروح أدور عليه. كويس جت منها. أنا عاوزك في موضوع إكس. عايز إيه؟ خير كده ما جعله خير. حلمت بحلم غريب قوي. قال ايه؟ انا قاعد قدام البحر كده ومن ورايا خوش زاير كامب بتاع راس شيطان، اجانب وقاعده بدوي وسفاري. ايه رايك؟
رأيي انك تتغطى كويس يا خالد وانت نايم. يا عم انا اخلص من جنان ابويا يطلع لي. انت مش شايف ابويا جرى له ايه بسبب موضوع زي ايه ده؟ يا ابني ابوك ده على نياته، بس انا بقى هظبط مع واحد. الراجل ده هيجي من الاخر. مين الراجل ده؟ مش لازم تعرف مين، المهم انا عاوزك تدبر لي مبلغ عشان تخش معانا. ايوه مبلغ كام يعني؟ انت تقدر تدفع كام؟ 38 جنيه ونص. يا عم انت مش عارف البيت والظروف الزفت اللي احنا فيها. صدقني هتفرج، انا مش هسيبك حتى لو حكمت عليا ادفع لك من جيبي هدفع لك. يلا كتير. كانت دي اول مره اسمع فيها الفكره، ويا ريتني ما سمعتها. ليله حفله سقاره خالي كان جايب محمود الطرابيلي عشان يقوله على فكره الكام. في ايه؟ في ايه؟ خصم وصلتني برقص في ايه؟ شاربه يا بنت انت؟ مش شاربه حاجه، شاربه اللي شاربه. انت مالك؟ قشطه فرح. طب اقول لك ايه؟ ما تزعلش. بقول لك ايه؟ ما تركزش معايا بقى، اصل انا مأكسسة. مأكسسة؟ يس، يكفي؟ مين اداك الاكسسات دي؟ خالد. خالد؟ قال لي احسب معايا بقى. طب بقول لك ايه؟ تعالى، هتروح تتخانق معايا على اساس ايه يعني؟ شايفني عبيطه ولا عيله ولا بلعها لي بالعافيه؟ قشطه فرح، خلاص. تعالى اعقل بقى. خالد. ايه يا حسن؟ هو انت اللي جبت الفرح على الاكسات دي؟ معرفش، انا بعت الحاجه بتاعت شله بنات، ممكن يكون فرحها من معاهم. بس يا مات بقى ما تجيبش سيره فرح خالص، انا قاعد مع ابوها، تعال اعرفك عليه. سوري يا مسيو محمود. لا حسام المصري صاحبي، اعرفك مسيو محمود الطرابيلي. ازيك يا محمود بيه؟ اهلا. حسام المصري؟ حسام ربيع المصري؟ اه حضرتك تعرفني ولا ايه؟ انا لا، لكن فرح تعرفك مش كده؟ تعرفني قوي طبعا. كنت بتقول ايه بقى يا خالد؟ زي ما قلت لك يا باشا، انا هناخد جزء من الارض، فدان فدان ونص، حضرتك مش هتكون محتاجهم في اي حاجه. فدان ونص على البحر يا خالد؟ يا باشا ما انت واخد البحر كله، وبعدين احنا مش هنحطهم في جيبنا، كله هيرجع لك في الاخر. هيرجع لي ازاي يعني؟ قلت لي ازاي؟ بص يا باشا انا مش هطول عليك، انا هاخد منك الارض وهبنيها انا وهصرفها وكهربها ونعمل عقد 5 سنين، وايجار الاوض والخوش كله هيرجع لك، والسفاري كمان، بس اي حاجه تانيه بتحصل في انكام تبقى بتاعتي انا. بتحصل ازاي يعني؟ لا سوري يا مسيو محمود، ده سر المهنه. طيب يا خالد سيبني افكر في الموضوع ده. تحت امرك يا باشا، لحد ما تفكر نكمل قعدتنا في البار. برقيلة. انا مش بتاع براد. اوعى يغرك شوية الشمس اللي في وشي دول والسيجار والكلام الفارغ ده. انا راجل فلاح شرقاوي معصل. هي ليلى مراتك فين؟ واقفة هناك مع اسمي. طبعا اذنكم يا باشا. وانت يا حسام بتشتغل ايه؟ مع باباك في قطع الغيار؟ لا انا شريك خالد في القهوه. قهوه؟ قهوه. اصل احنا فاتحين قهوه كده في العجوزه بس شغاله تمام. بنفكر يعني نكبرها عشان ماشيه كويس، نفتح في مارينا. شايف بقى الدنيا هناك عامله ازاي يا باشا؟ كلكم اللي بتفكروا ولا خالد هو المخ؟ لا كلنا المخ. كلكم المخ؟ حيبان حيبان. داد هو انت هنا من امتى؟ من شويه اتعرفت على حسام الحس. طب بالمناسبه الحلوه دي بقى خلينا اصورك صوره حلوه قوي. طب والطرابيلي ده كان عارف منين ان النهارده صلاح قاسم هتجيله؟ يا طارق احنا نتغابى ولا ايه؟ استنى استنى، انت عايز تفهمني ان القناوي والطرابيلي كانوا طبخينها سوا؟ اه طبعا، امال ايه؟ طب وانت ليه ما قلتش لقاسم على الحكايه دي؟ يا طارق انت هتعمل بطل ولا ايه؟ هو مين اللي كتب المرافعه؟ مين اللي راح لاحمد قاسم وقال له خد الفلوس؟ مين اللي قناوي بعته؟ ايوه يا حسام انا رحت، بس مش عشان القناوي ولا الطرابيلي. امال عشان مين؟ عشان احمد قاسم انه صاحبك؟ طارق احنا عارشين بعض كويس. احنا عيال شقت وتربت في التراب. العيال دي اتربت في الكنافه وكمان مش عاجبها.
انا عمري ما فكرت بالطريقه دي. احمد قاسم صاحبي طول عمره صاحبي. صاحبك راح بكره قام تثبت لك ان انت كاره الجحر اللي عايش فيه مش اكتر. شريف شريف ايه يا عم مختفي؟ مفيش، عندي شويه ورق كده كنت بخلصها. طب مبروك يا سيدي. على ايه؟ القاضي حكم من سنه، خالد نشأت نصر الدين 7 سنين مع الشغل. ايه مكفينك ولا ايه؟ انا مستغرب ازاي نسيت ميعاد زي كده. يا سيدي ولا يهمك، ده حتى بيقول لك الجلسه ما عدتش اكتر من ربع ساعه. ايه الجديد عنك؟ مفيش. طب انت رايح فين كده؟ تمام، اروح اشوف عمر وحشه. شريف انت كويس؟ انا كويس يا حسن. عبير 100 سؤال وانا لسه داخل على الصبح. ما تقولي لي تشرب ايه، عايز ايه، صباح الخير. انت لو ما رضيتش عليها هترد على مستر جورج. مستر جورج امبارح قلب عليك الدنيا وكلم جامايكا وكان بهدله عشان خاطر يعرف مكانك. نعم كلم جامايكا وانا عيل صغير في ابتدائي ولا ايه؟ الراجل ده والله مين اللي فتش في الادراك؟ مين اللي دخل هنا المكتب؟ مستر جورج اخر واحد دخل هنا المكتب. اتفضل. ممكن اعرف يا مستر جورج حضرتك فتشت في ادراك مكتبي بصفتك ايه؟ اولا ده مكتبي انا يا كريم مش مكتبك، ونحاية فتش في اي حد انا بشك فيه. بتشك فيه؟ وشك تلاقيه في محله. ايه رايك؟ تحب بقى نتعامل مدير لموظف ولا اب لابنه؟ اللي تشوفه. كنت فين اليومين اللي فاتوا دول؟ كان في واحد صاحبي في مشكله وكنت واقف جنبه، ويا دوب قبل ما الموضوع خلص روحت البيت خدت دش وجيت على الشغل. انت مش جاي تشتغل يا كريم، انت جاي بتاخد حاجتك حشيشك يا حشاش. والله اعلم بقى بتتعاطى ايه تاني. بتعاطى ايه تاني؟ انت خلاص خليتني مدمن مخدرات؟ انت عايز مني ايه؟ يا كريم انت ابني الوحيد، انا ماليش غيرك، وبعدين انت عارف قد ايه انا بحبك. الوكاله دي مش بتاعتي لوحدي، انا ليا فيها زي ما انت ليك فيها. ما تخزنيش يعني مش هعرف اسلمها لك تديرها قبل ما اتاكد ان انت عارف تديرها كويس. ولما بابا ناشف معاك بابا عايزك تتعلم. انت بقى عايز تتعلم ولا لا؟ انت عارف انا بشتغل معاك بقالي كام سنه وعمرك ما سالتني السؤال ده. هسالك فيه يعني؟ وفي حاجه تتسال؟ ما انت شايف يا ابني ابوك بيشتغل عشانك وعشان الشغل. في ايه تاني يعني؟ في انك لو كنت سالتني قبل كده اذا كنت انا عايز اتعلم منك ولا لا، كنت بكل فخر هقول لك لا. لا والله. كريم استنى عندك، انت لو مشيت من هنا مش هتخش الوكاله دي تاني خالص. اللي تشوفه برضه. انت ازاي ما تقوليليش؟ ليه خبيت عليا؟ ليه طارق خبى عليا؟ ما كناش عايزين نزعلك. ازعل اكتر من كده ايه؟ كل الناس شافت الفيديو. ليه عملوا فيه كده؟ مين عمل فيه كده؟ مش عارفين، بس الموضوع شكله كده اكبر من حادثه. طارق بيقول ان في حد ورا القصه، عشان كده طارق عدى عليا وسألني لو في حد ليه مصلحة ضدي أنا وقاسم. يعني إيه؟ يعني شوقي حسين. مين شوقي حسين ده يا ليلى؟ أنت رايحة فين؟ معرفش مين شوقي حسين. هروح أعرف مين شوقي حسين.
الو، ايه يا فندم؟ مين؟ اه طبعا عارفه الحركه، اسمع عنها على الاقل. اه ممكن نتقابل طبعا. حاضر. ليلى كلمتك كتير ما بترديش ليه؟ ها؟ مالكش دعوة. ايه؟ ما بترديش ليه؟ ما بترديش ليه؟ أرد عليك ليه؟ مش أنت اللي قتلت أحمد قاسم؟ أنا ما قتلتش حد، أنت بتقولي إيه؟ مش دول الظباط بتوعك اللي ضربوه في الشارع لحد ما مات؟ اتهبلتي، أنت اتهبلتي، أنا ماليش دعوة لا بالزفت ولا بالفيديو ولا بالحادثة، أنا زي زيي. لا أنت مش زيك زيي، ولا عمرك هتكون زيك زيي، أنا كل اللي فارق معايا أعرف مين قتل أحمد قاسم، أنت كل اللي فارق معاك تعرف مين صاحب المخدرات، ودايماً مصمم إنك تشوف قاسم إن هو تاجر مخدرات. لأن كل الأدلة ضده. واضح إن إحنا لسه هنزعق أكتر، ما تيجي نكمل زعيق فوق في المكتب. مش هطلع. يلا! يا دكتور، من امتى وانت بتشرب سجاير؟ من دلوقتي يا عبد الحميد، من الساعه ديت عايز اعمل كل حاجه غلط في حياتي، عايز انتقم من نفسي. يا تنتقم من نفسك؟ طب وليه تعمل في نفسك كده؟ حد ينتحر بالشكل دوت يا محمد؟ هترضى تقابل ربنا وانت في الحاله دي؟ عبد الحميد والنبي الله يخليك وفر الكلام دوت، انا دماغي اللي بقى فارق معاها لا كلام ولا معاني. انا كل اللي بفكر فيه دلوقتي ان ارجع حق اخويا اللي راح حضر، اخويا اللي مات مقتول وصوره بقت مترميه في كل حته. والسيجاره بقى اللي في ايدك دي والتوهان اللي انت عايش فيه هم دول اللي هيرجعوا اخوك وهيرجعوا الحق. كلامي مش عاجبك صح؟ عارف يا محمد، لما اخويا عمرو اتبهدل قدام مني في الشارع وسحلوه على اسفلت قدام عينيا وقدام اهلي، الشيء الوحيد اللي كنت بفكر فيه حاجه واحده بس، ان اعرف عنوان الضابط بتاع امن الدوله، وفضلت اسال عليه لحد ما عرفته. صوره اخويا محمد كانت كانتش قادره تفرق نفوخي، كانوا بيبهدلوه. صدقني لو اقول لك ان انا شايف المنظر قدام عينيا دلوقتي، ويمكن دي الحاجه اللي خلتني اروح له لحد بيته وخدت القرار. يا انا يا هو. لا وبعدين استنيته تحت بيته لحد ما جه، دخل العماره دخلت وراه، ركب الاسانسير سبقته على السلم ووصلت لحد باب شقته. قلت خلاص، وقفت وراه عشان اهجم عليه واقتله. بس اول ما فتح باب الشقه بنته الصغيره طلعت تجري عليه واترمت في حضنه. مش عارف ايه اللي خلاني اقف واركز في المنظر ده، حاجه خلتني اركز في حضن بنته ليه؟ مش عارف يا محمد، حاجه الهيه هي اللي وقفتني. ضعفت مش كده؟ بالعكس، ده انا بقيت اقوى لاني عرفت قيمه نفسي، ولاني ثقتي في ربنا كبيره قوي انه هيجيب لي حقي وحق اخويا اللي اتظلم. الظابط اكيد هيجي له يوم، ربنا ما بيظلمش يا محمد، والقصاص عمره ما كان بالدم، القصاص بالعقل. وهبسطها لك، انا دلوقتي من خلال مهنتي ومن خلال مكانتي العلميه هقدر اكون احسن، هقدر احول الطاقه السلبيه اللي جوايا اللي انا خدتها من خلال اللي حصل لاخويا لطاقه ايجابيه هحطها قدامي في حياتي وفي شغلي عشان اكون احسن من الظابط ده واحسن من اي حد شايفني ضعيف. صدقني يا محمد، قتلك لأي حد مش هيرجع أخوك ومش هيفرق في حاجة، لأنك لو اتسجنت حرقت قلب الناس اللي بيحبوك عليك هتخليك تأنب نفسك طول العمر. فكر في كلام يا محمد، فكر في كلام ربنا يهديك. بعد إذنك. بيموتوا الناس في الشارع؟ يا ليلى اكيد في حاجه غلط، والموضوع ده مش هيعدي بالسهل. مش هيعدي بالسهل بعد ما موتوا احمد قاسم. انت حطاني معاهم ليه؟ انا ماليش ذنب. ما انت واحد منهم، انت عارف اللي هم بيعملوه. يا ليلى انا اسف، انا اسف، مع انه الاعتذار مش هيعمل اي حاجه، انا اسف ما عنديش حاجه اقولها.
والمفروض كم واحد يحصل له بقى المصيبه دي؟ ولا يا ترى كم واحد حصل له المصيبه دي بقى علشان تبتدوا تتحركوا؟ انا زيك، انا بحاول اجمع التفاصيل عشان اوصل للحقيقه. حرام عليكم. ليه طيب؟ على ايه؟ أنا هادية، أنا هادية أهو خلاص. عايز تعرف إيه؟ جايلي ليه؟ عايز تعرف أحمد وخالد بيتخانقوا عليا ليه؟ أو بيتخانقوا على حاجة تانية، راس الشيطان اللي هو فكرة خالد. الموضوع ده متسجل مش كده برضه؟ وده اللي خلاكي تزعلي من أحمد قاسم عشان شارك حسام، لأنه الفكرة أساساً كانت فكرة طليقك. صح، وبعدين ما انت عارف كل حاجة عايزة. ما انا لغاية امتى هفضل اجيلك بالمعلومة اللي لازم اسمعها منك انت؟ مش هحكي لك الموضوع. خالد طلعت له فكرة المشروع بتاع الكامب. لما عرف ان حسام وفرح اتصاحبوا، اقنع حسام انه يقنع فرح انها تقنع ابوها بالمشروع. خالد عمل الحادثة ماشي، بس كان خلاص حسام شبط في الموضوع. ده اللي خلاكي مش طايقه فرح؟ لا، انا مش طايقه فرح الموضوع تاني خالص. ليه؟ انا عايز اسمع. ايه يا كيكو، قاعد لوحدك ليه؟ فل يعني عادي. فل يعني عادي، مالك؟ ماليش يا ليلى، مخنوق شويه. طب الشباب بيدوروا عليك. شباب مين؟ اصحابك. اصحابي مين؟ هيكونوا مين يعني؟ خالد وقاسم. دول مش صحابي خلاص، الاتنين دول بلح. بلح؟ يعني ايه بلح؟ يعني بلح، يعني مش عايز اعرفهم تاني. لما يكونوا عايزين يقلشوني من القهوة ويفكروا يفتحوا فروع تانية، واحد في مارينا والتاني في سقارة، وما قالوليش من أصله. وعايزين يعملوا كامب في راس شيطان، عارف عايزين يشاركوا مين؟ حسام المصري. يشاركوا حسام المصري وأنا لأ؟ ايه لأي كلام اللي أنت بتقوله ده؟ جبت الكلام ده منين؟ من اللي جوزك بيتمصلح على ابوها دلوقتي. فرح؟ ايوه فرح. كيكو، فرح استني، عايزه اتكلم معاكي. بقول لك ايه، انا هستناكي بره. مش دلوقتي يا ليلى، انا مش شايفه قدامي. خلينا بعد الافطر عشان اعرف اركز معاكي. يلا حس. بلا افطر بلا زفت، تقفي هنا تتكلمي معايا عادل بدل ما فوقي. ليلى في ايه؟ انت ايه؟ جننت يا ليلى ولا ايه؟ انت بتتكلم معايا ليه اصلا؟ انت صاحب جوزي ولا صاحب الست؟ بقول لك ايه؟ كلمة زيادة على الحرام من دي اعمل لك حساب لا انت ولا جوزك، انت فاهمة ولا لا؟ بقول لك ايه؟ قولي من الاخر كده انت عاوزة ايه؟ بدل ما انت شايطة فينا كده، في ايه؟ من الاخر كده، ابعدي عن جوزي، بطلي تحاولي تلعبي في دماغه. كريم قال لي انتوا بتفكروا في ايه؟ كريم يا نغة، هو ما عرفش يقفل بقه؟ على الأقل النغة ده أنضف منك أنت وأصحابك، عارف مين صحابه ومين بيضربوه في ظهره. بقول لك ايه يا ليلى؟ يلا حبيبتي اختفي. يلا حظ. بعد كده خالد وقاسم جري وراكي حصلت الحادثة. اتقلبت بيهم العربية وخبطوا في العربيات الناحية التانية على المحور. أول مرة أخد بالي إنك متجوز. كنت توفت. أنا آسفة، ما كنتش أقصد. سابت لي عمر. ربنا يخلي بالك. خالد اتحكم عليه بـ7 سنين.
فعلا فارق معاكي. بقول لك يعني تعبت قوي، عايز مني حاجة تانية؟ محتاجني في حاجة يعني؟ لا أنا أسفك. وبعدين يا استاذ ده مصر كلها شافت الفيديو. اه يابا رب بس يا داليا اللي حصل على النت ده يخلي النائب العام ياخد قرار بسرعه. وتفتكر ده هو اللي هيحصل ولا هيترمخوا عليه؟ ترمخوا ايه الكلام الغريب بتاعك ده؟ ترمخوا ايه؟ مش هيترمخوا طبعا. بقول لك يا داليا، انت قبضت الشهر ده ولا لا؟ يا استاذ مش فارقه، وبعدين يعني انا عارفه يعني البير وغطاب. بير وغطاب؟ هتفضحيني ولا ايه؟ خدي خدي دول بس كده لغايه ما ربنا يفرجها. امسكي من يد من عدم. انما انت مالك يا استاذ النهارده كده؟ هو متقدر ومش على بعضك. حسام مشي ومش عارف راح فين، مش عارف. تلاقيه بيسكر في اي خماره. انا مش عارفه انت ليه الواد ده هو بالذات يعني بتقلق عليه كده. هو صاحبي وقلقان عليه، وانا مش حمل ان نخسر واحد تاني منهم. مش حمل ده يا داليا. اهو تلاقيه هو ده. هون انا هلحق امشي بقى قبل ما يطلب مني حاجه. حاضر. داليا نعم. وانت جاي الصبح تيجي بسله معاك؟ نفسي اكل بسله ونبقى داليا. من عيني. بسله. سلام. سلام. ده كريم. ازيك؟ تعالى سلام. ايه النظام؟ مفيش، مستني حسام ولسه ما رجعش. هو كان رايح فين ولا جاي منين اصلا؟ معرفش، قال لي جاي وما جاش لغايه دلوقتي. انت فكك بقى من الحوار ده. دلوقتي مودي كلم واحد صاحبي وساله عليا، وصاحبي ده هرش الليله، فقالوا ان انا هموت على البودره بس. وبعدين؟ ولا قبلين، هيكلمني واروح اقابله. انا لازم اجي معاك. تيجي معايا فين؟ ما ينفعش، لو شافك هيشك. بقول لك ايه، شك ما يشكش، هاجي معاك. انا هاجي معاك. ما تبوظليش الخطه اللي في دماغي يا طارق. بقول لك ايه، مش هتروح لوحدك، هاجي معاك. لحد البيت وتعفيت عليا وانا طاير، بس هنا بقى انا هقطعك عيد. طب لما انت عامل راجل بقى وجاي تخرطني، جاب ابوك وامك ليه معاك؟ حلوه دي، قول اللي في نفسك. انا عايزك تتبسط على الاخر، عشان كلها ثواني ودني هتتمتع بهنينك وانت بتتقطع يا حبيبي. اوعى وديني، لو حطيت ايدي عليك لقلبك ولا ايه؟ يالا خلصت خلاص جعجع ولا هنتكلم في المفيد؟ مش دي محفظتك يا نجم؟ ولا ايه؟ هي الورقة دي اللي عاملة لك قيمة عندي؟ انت عارف لولا انا كنت زماني قطعتك ورميتك بره للكلاب تاكل في لحمك، ولو اني ما بيني وما بينك اكل الكلاب اغلى وانضف منك بكتير. ما تجيب اخرك يا حيوان انت. انت عايز توصل ليه؟ عايز سلامتك يا امك، ولو ان امك كلها يومين ثلاثه ونسيها اسمك خالص، وانت بالصلاه على النبي شحت قدامي اهو خمس دقايق وقعت على ركبك. صدقت يا حسام انت طلعت نمره، ونمره كبيره قوي كمان. هو انا كده اقدر اساوم نسايبك كويس قوي على اللي انا عاوزه. انت اهبل يالا، انت فاكر انت هتعرف تطول منهم مليم واحد احمر؟ يا سلام، وانا اخسر قد اللي خسرته؟ تمن البضاعه بتاع صاحبك احمد قاسم. وانا زي ما قلتلكش ان كان في ما بيني وما بين الله يرحمه مصلحه كده، وهو كان سريع معايا من الاول وقال لي ان له شريك ومش مستامنه. اي نعم هو اتمسك مع البضاعه، بس الله يرحمه دفع عمره تمنها.
الدكتور والباقي على الترامب صاحبه اللي طلع يجري. على العموم يا حبيبي انت مشرفنا هنا شويه لحد ما نشوف اصحابك دول هيقولوا ايه. خد يالا انا مش حرامي زيك. خلصت. عبد الرحيم انا عايز خبر الواد ده يجيني حالا. اهدى ازاي ما انا هادي اهو. حرام عليك ده انا حطنقت. يلا يلا مع السلامه. ادخل. انا اسفه يا فندم بس في حد حاول يتصل بحضرتك بالغرفه اكتر من مره وللاسف الامن منعوه بس ساب لحضرتك ده في الريسبشن. شكرا. تأمرني في حاجة تانية؟ لا متشكر. عن إذنك. يا خبر اسود يا خبر اسود. شارع وفي كل حارة ناس غنية وناس حيارة. في كل شارع وفي كل حارة ناس غنية وناس حيارة. واللي كان ساكن في حارة ونفسه يسكن له في عمارة فجأة يلعب بالفلوس وتسأله يقولك شطارة. حكايتنا تغيرت أحواله ولا يمكن يوم ينسى من اللي ضيعها. واللي غني وراح ماله وتغيرت أحواله ولا يمكن يوم ينسى من اللي ضيعها. ذنبه غلطته وتابع عن كل حاجة في حياته دنيته. واللي خاف من آخرته وحس بذنبه غلطته وتابع عن كل حاجة في حياته.